كسرنا مستوى ال 5900 طيلة الفترة الماضية، يمكن بشهر يناير كنا عم نحاول نثبت فوق مستوى ال 6000 نقطة. مع كسر المستويات اليوم، هل نحن باتجاه مستويات أدنى من ذلك خلال جلسات الأسبوع؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أشكركم على الاستضافة. جاء انخفاض السوق بناء على عدة عوامل، أبرزها انخفاضات أسعار البترول بالإضافة إلى انخفاضات أسعار الأسواق الأمريكية، حيث وجدنا معدل ارتباط بين أسواق الأمريكية مع السوق السعودي بنسبة تتجاوز 60%، بالإضافة إلى معدل ترابط مع السوق السعودي وأسعار النفط تتجاوز 80% خلال آخر 4 شهور. لذلك الضغط الحاصل الحين بناء على تأثر ثقة المستثمر مع هذه الانخفاضات في العوامل الخارجية من أسعار بترول أو الأسواق الأخرى، بالإضافة إلى الأسواق الصينية والتباطؤ الحاصل في الاقتصاد. نعم، لكن احنا عم نشوف بيانات ايجابيه يمكن شوي من الولايات المتحده الامريكيه باستثناء عمليه رفع اسعار الفائده التي شهدناها الفتره الماضيه استاذ خالد. يعني معدلات البطاله اليوم جاءت متراجعه وهي جيده بالنسبه لسوق العمل، بالتالي هل سيبقى معامل الارتباط اكثر بالنسبه للنفط مما يحدث بالاسواق الامريكيه وانعكاس على السوق السعودي حسب الدراسه طبعا التي اجريتموها؟ بالضبط، احنا اخذناه بناء على تقريرهم الاخير اللي اصدروه الجمعه الماضيه من ناحيه الوظائف، حيث اثر على معدل الاسواق العالميه الامريكيه بالذات، مما اثر عليه من ناحيه ثقه مستثمر للسوق السعودي. طيب اليوم عم نتابع بعض يمكن التوزيعات لقطاع الاسمنت، منها اسمنت السعوديه واللي انتم تحت تغطيتكم سيد خالد عم توزع 118% من الارباح، لكن الشركه قامت ايضا بايقاف مشروع خاص بها لاستبدال طواحين نتيجه لظروف السوق، هل سيكون لهذا الايقاف اثر على اسمنت السعوديه برايك؟ وبشكل عام يعني التوزيعات اللي عم نشهدها من شركات الاسمنت إلى أي مدى هي باتت مرضية اليوم بالنسبة للمستثمرين لمسكين الأسهم تبع قطاع الإسمنت؟ فيما يخص الخبرين تبع الثلاث أخبار حق الثلاث طواحين للشركة، لا يوجد عليه أثر مالي بناء على تقرير الشركة نفسها، لذلك لن يؤثر كتأثير على الشركة. فيما يخص توزيعات اسمنت السعودية، صحيح وزعت 6 ريال في مجمل عام 2015 بمعدل توزيعات يعتبر عالي إذا قرنا مع مسار الشركة في توزيعاتها في الأعوام السابقة، حيث بلغ معدل توزيعها لعام 2015 97%. صحيح معدل يعني يعتبر كبير بعض الشيء، لكن ممكن هدفه جعل السهم يقاوم انخفاضات السوق الغير مبررة ويقاوم إلى آخر مدى له في المدى القصير. طيب لكن ما هي نظرتكم بالنسبة لقطاع الإسمنت ككل سيد خالد، وخصوصا يبدو بأنه هناك توجه عام من كل الشركات اليوم لعملية التخفيض من المخزونات التي لديها في مجال عملية سد الباب أمام عمليات التصدير اليوم، هل الهوامش الربحية بالنسبة لشركات الإسمنت خلال 2016 ستكون أقل مما شاهدناه ب 2015 كون بدأت عم تبيع الطن بسعر أقل مما هو مطروح بالسوق وخارج المدن التي تعمل بها؟ صحيح أن الشركات القطاع بمجملها تعاني من ارتفاعات في المخزون، حيث وصل إلى مستويات قياسية مع نهاية عام 2015، وبعض الشركات وصل معدل مخزونها مقارنة بمعدلات إنتاجها إلى ما فوق 50%. ورجوعا إلى شركة اسمنت السعودية، صحيح أنه الشركة تعاني تقريبا مع مستويات مخزون تجاوزت 4 مليون طن، بس بشكل عام القطاع نعتبره احنا قطاع دفاعي
فيما عدا يعني ينتظر أي خبر فيما يتعلق بفتح التصدير فيما يتعلق بالمخزون. وصحيح أن الشركة ممكن تضغط على هوامشها من ناحية بيع في مراكز غير المنطقة التي تعمل فيها، مما تضحي بهوامشها بعض الشيء، لكن شفنا بعض الشركات تبيع تقريبا في سعر ثابت ونتوقع لها هوامش معينة، لكن نتفاجأ بهوامش تأتي أقل بسبب الخصومات مقدمة لكسب عملاء في مناطق جديدة. شكرا جزيلا لك سيد خالد المضيان، المحلل للبحوث المالية بشركة الرياض المالية، كنت معنا من الرياض مباشرة.